حيوان القرش واحد من أكثر الكائنات البحرية إثارة وجاذبية للاهتمام، يتمتع بسمع وشم وقوة هائلة، ولديه سمعة تسبب الرعب لدى البعض والإعجاب لدى الآخرين. لكن هل تعلم أن هناك العديد من المعلومات الطريفة والغريبة عن حيوان القرش؟ دعنا نلقي نظرة على بعضها في هذا الفيديو. أحد أكثر الحقائق الغريبة عن القرش هو أن قلبه يقع في رأسه وليس في صدره مثل باقي الحيوانات. هذا الأمر يعني أنه يمتلك وظيفة مميزة تساعده على البقاء في حالة تأهب عالية أثناء الصيد والتنقل في المياه. يعتقد البعض أن لدى القروش قرونا حادة وطويلة مثل القرون التي تمتلكها بعض الحيوانات الأخرى، لكن هذا ليس صحيحا. القروش في الواقع لديها قرون قصيرة جدا تسمى أشواك الظهر، والتي تستخدمها للدفاع عن نفسها وتحفيز الأسماك الصغيرة للتحرك بعيدا. هناك العديد من الأسماك الأخرى التي تشبه القروش بشكل كبير ولكنها ليست فعليا قروشا. فمثلا توجد سمكة القرش القطعانية، والتي تبدو وكأنها قرش صغير بسبب شكلها والزعانف الخلفية الكبيرة التي تمتد على طول جسمها. قيل في السابق أن القروش لا تعيش في المياه القطبية الباردة، ولكن تم اكتشاف أن بعض الأنواع مثل القرش الكبير الأبيض يمكنها البقاء في تلك المناطق. يتكيف جسمها مع البرودة من خلال الأحمر الذي يحيط بأعضائها الداخلية، مما يعزز قدرتها على البقاء في مياه القطب الشمالي والجنوبي. تعتبر حاسة الشم لدى القروش استثنائية، إذ يمكن لبعض الأنواع أن يشموا وجود فقط جزء صغير جدا من الدم في الماء بنسبة 1 جزء من المليون. هذا يجعلها قادرة على رصد فرائسها بسهولة شديدة حتى في المسافات البعيدة. يعتقد البعض أن هناك نوعا واحدا فقط من القروش، وهو القرش الأبيض الكبير المعروف، لكن في الحقيقة هناك أكثر من 500 نوع مختلف من القروش المعروفة حتى اليوم. هذا يشمل القروش الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والمنقرضة. دورة الحياة عند القرش تتضمن مراحل مختلفة تشمل التكاثر والنمو والبقاء على قيد الحياة. وعلى الرغم من أن هناك العديد من الأنواع المختلفة من القروش، إلا أنها تتبع نمطا عاما في دورتها الحياتية. تبدأ دورة حياة القروش بعملية التزاوج. يقوم الذكر بالتزاوج مع الأنثى عن طريق الإدخال في جسدها، ويحدث التزاوج عادة في المياه الضحلة. بعد التزاوج تنضج البيوض في جسم الأنثى وتخرج عن طريق ما يعرف بالتوالد، وتبقى البيوض في بيئة خارجية سواء كانت تربة البيض أو البيئة المائية، حيث يمكن أن تتطور وتنمو. بعد فترة زمنية معينة تفقس البيوض وتخرج صغار القروش، وعادة ما تحدث عملية التفقيس في المياه وتكون الصغار جاهزة للبقاء على قيد الحياة بمفردها. تبدأ القروش الصغيرة بالتغذي على الأسماك الصغيرة واللافقاريات البحرية الأخرى، وفي هذه المرحلة تكون هشة وتسعى للبقاء على قيد الحياة بصعوبة. تستمر القروش في النمو ويكبر حجمها وتتطور هياكلها الجسمانية والعضلية. تختلف مدة النمو بحسب النوع والبيئة التي يعيش فيها القرش. قد يستغرق النمو عدة سنوات قبل أن يغدو القرش بالغا ويكون قادرا على التكاثر. بعد النمو والنضج الجنسي يكون القرش قادرا على التكاثر والمساهمة في دورة الحياة الجديدة، وبذلك تكون الدورة الحياتية للقرش قد بدأت تتكرر. تتواجد القروش في مختلف المحيطات حول العالم، وتوجد بكثرة في الأماكن الساحلية والمناطق البحرية الاستوائية والمعابر البحرية الهامة. بعض الأماكن الشهيرة بتواجد القروش تشمل سواحل أستراليا، جنوب أفريقيا، جزر المالديف، جزر هاواي، وجزر الباهاما. ومن الأنواع الشهيرة التي تتجمع في بعض المناطق هي القروش البيضاء الكبيرة. بعض أنواع القروش تعتبر مهددة بالانقراض، في حين أن بعضها الآخر لا يواجه تهديدا كبيرا. إن الصيد غير المشروع للقروش وتدهور مواطن تكاثرها وتلوث المياه وتغير المناخ
تعتبر عوامل تؤثر في مستقبل بعض أنواع القروش. هناك جهود دولية ومحلية لحمايتها والحفاظ على تنوعها البيولوجي، وقد تم تنفيذ قوانين واتفاقيات للحد من صيد القروش وحماية المناطق البحرية الحيوية التي تعتبر مواطن تكاثرها. مدة عمر القرش تختلف حسب النوع والبيئة والعوامل الأخرى. هناك قروش تعيش لمدة تتراوح بين 20 إلى 30 سنة، بينما هناك أنواع أخرى يمكن أن تعيش لسنوات أطول، مثل القروش البيضاء الكبيرة التي يمكن أن تعيش لما يقارب 70 عاماً. بالنسبة لتربية القروش في البرك المنزلية فإن هذا ليس ممكناً بشكل عام. القروش تعد كائنات بحرية كبيرة وتحتاج إلى مساحة شاسعة ومحيط مائي مناسب لنموها وحركتها الطبيعية. إضافة إلى ذلك فإن بعض أنواعها تحتاج إلى تيارات مائية معينة وظروف بيئية خاصة للبقاء على قيد الحياة. أما بالنسبة للغذاء فإن القروش تعتبر حيوانات لاحمة، أي تتغذى على مجموعة واسعة من الفرائس بما في ذلك الأسماك والأخطبوط والرخويات والقشريات وحتى بعض الثدييات البحرية الصغيرة. القروش تتمتع بشهية قوية وتكون جزءا من سلسلة الغذاء في المحيطات، إذ تلعب دورا هاما في تنظيم توازن النظام البيئي البحري. على الرغم من أن القروش تعتبر حيوانات قوية ومخيفة بالنسبة للبعض، إلا أنها تعامل معظم الحيوانات الأخرى بشكل طبيعي وتتواجد في توازن بيئي معها، ومع ذلك فإن الإنسان يشكل التهديد الأكبر للقروش. ومع ذلك فإن القروش عموماً ليست حيوانات معتادة على مهاجمة البشر. في الواقع معظم مقابلات البشر مع القروش تكون عابرة وغير مؤذية. يتمثل التهديد الأكبر في الهجمات النادرة من بعض الأنواع المعروفة بأنها أكثر عدوانية، مثل القرش الأبيض الكبير والقرش الثور. ومع ذلك فإن عدد الهجمات الحقيقية على البشر من قبل القروش لا يشكل نسبة كبيرة بالمقارنة مع العدد الهائل للقروش في المحيطات. أما بالنسبة لنقل الأمراض فلا توجد أدلة على أن القروش هي ناقل فعال للأمراض للبشر، وبالرغم من أنه توجد بعض البكتيريا أو الطفيليات على جلدها أو في أفواهها، إلا أن التعرض المباشر للقروش لا يسبب انتقال أي أمراض للناس. على أي حال من الضروري أن يتم احترام القروش ككائنات بحرية واتخاذ التدابير الوقائية المعتادة عند التعامل معها أو عند السباحة في بيئات تتواجد فيها. تمتلك بعض أنواع القروش طبقة إضافية من الخلايا تعرف باسم عين القط أو المرايا العاكسة في عيونها. تعمل هذه الخلايا على زيادة قدرتها في الرؤية وتعزيز قوة ملاحتها في المياه. تعيش بعض أنواع القروش حياة اجتماعية متقدمة. مثلاً يعيش القرش الأبيض الكبير في مجموعات تسمى الأسراب، ويتفاعل أفراد هذه الأسراب مع بعضهم البعض، وقد يشاركون في الاحتكاك الجسدي كوسيلة للتواصل. تقوم بعض أنواع القروش برحلات هجرة طويلة الأمد. على سبيل المثال القرش الحوتي يقوم برحلات هجرة تصل إلى آلاف الأميال عبر المحيطات. أخيراً لا تفوتنا الإشارة إلى ما تلعبه القروش من دور هام في الثقافة والفنون، فهي تعتبر نجمة في العديد من الأعمال الفنية والسينمائية مثل سلسلة أفلام القرش.